تنمير تكليتي الضنين راديو تبير. نسول في القضية المسرحية، المسرحية نسكر العرض أسفن غماس المولاي رشيد في إطار المهرجان الجهوي لمدينة الدار البيضاء للمسرح الاحتلافي. نسكر يال العرض من بعد ما نسكر العروض غير مدينة الدار البيضاء غير عتيد نسكرت أكادير نسكريات الجولة، ولكن الفرقه شو تحيه لها شو تسكر الجوالات يضني لاشكو وتستهلك العمل وكار واخا تسجل التلفزيون. نكاد ساس الخارج، نكاد فرنسا، نكاد بلجيكا، يتسكر يعني الا الاقبال فولكين غين بصراحه، وخلال هذا نحكوا النقص العددي الممثلين التقنيين والكل فتين لانه وقعان كان نيموكريس نغمس من بعد ورس نفكين الفيزا دمايان. من بعد اللي غد نشكا نرتب داح الاوراق للفرقه نكيس واللي ريكيس واللي يعني غالي نبدل داح مي الدنيا ضنين اللي قال لي الدليل لا نفس للمسرح لان تسمى المسرح ولي كازون تصوير تلفزيون دمايان. بالمناسبه نسني ميريه ونزور احلان اللي قالنا عمر المنصوري لان انت غير ذاتي ذاتي قمت غمس نغنى ما قالنا يسددني هي غير ذاتي بشكل رسمي غمس للفرقه اوناروز. غير تسلك قدامي ان شاء الله راه تبدا لنا واحد الزرام غير العمل اللي استخدم غير اللي كان توجه الاعمال يظن اغتنا ربي. غير تسلك قدام تنميه نون تنميه الطاس راديو تبير. قبل تدوم شاركت على قناتنا غيلاد ادرف البطولة زجاق دنا قصادة فدكي راح ميلونا او تفتو تسكرتي انجام تنمرتنج. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.